كده احنا خلصنا تسبيح اللي هي تقابل تسبيحة نص الليل في الأيام العادية. بعد كده هنصلي رفع بخور باكر، بس هنختم التسبيحة دي بلح تنقواهن سوق بدورة في الكنيسة 3 مرات. كلكم معاكم الشموع نوروا. تفضل. Ritina hanit chelin
الانتهان أولين مهان ماسي إفكني إيقوت إمبر أمهم شنتي ذي إياتي كيفي إطاق سمني سنة أمنني يوتي أبرام إيسا بكل قلوبنا ونخافك ونطلب وجهك يا الله لا تخزينا بل اصنع معنا بحسب بدعتك وتكسرت رحمتك يا رب أعنا فلتصعد صلواتنا أمامك يا سيدنا مثل محرقات كباش وعجول سمع لا تنسى العهد الذي قطعته مع أبانا إبراهيم وإسحاق ويعقوب إسرائيل قديسة باركوا الرب يا جميع الشعوب والقبائل ولغات الألسن سبحوه ومجدوه وزدوه علو إلى الأبد أطلب من الرب عنا أيها الثلاثة فتي القديس صدرك ومسك عبدنا هو انت يغفر لنا خطايانا